بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدينا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنه. مع احد احاديث الباب وهو ما ترجم له الشارح بقوله باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه. قال مسلم وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فابطأ بي جملي واعيا اعيا من الاعياء اعيا من الاعياء أبطأ معروف أبطأ بي جملي أي أنه لم يسرع بي أو لم أستطع أن ألحق بالركب لكون جملي قد أعيا أو أصابه الاعياء ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء يعني أنا وصلت في اليوم التالي أو في الغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الان حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت هذا ما يؤكد معنى الحديث السابق في لقائنا السابق انه اذا قدم الانسان من سفر فينبغي أن يأتي المسجد فيصلي ركعتين أول قدومه ثم يأتي أهله بعد ذلك ولكن الحديث هنا فيه عدة فوائد عدة فوائد هنا يبين الحديث أن من السنة أن يأتي المرء المسجد فيصلي فيه ركعتين قبل القدوم على أهله هذه واحدة أو الفائدة الأساسية ثم هناك فائدة تتعلق بآية من الآيات التي حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجمل عبد الله أو جابر بن عبد الله لم توجد في هذه الرواية إنما ستأتي بعد ذلك فلما قدم من الغداة قال له الان يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد وقال الان حين قدمت يعني الان انت لسه واصل دلوقتي النهارده او دلوقتي قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت ويؤخذ من هذا حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يجعل كل من أصحابه على حظه من أسباب الفضل ومن أسباب التعرض للأجر أو التعرض للثواب أو التعرض لفضل الله سبحانه وتعالى وهذا شأن المؤمن فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا بأس أن تأمر أخاك بان يقوم فيصلي ركعتين او ان تامره بان يسبح او بان تامره بان يستغفر او بان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي كله مذكرا ينبغي ان يكون كل منا مذكرا لاخيه فيما ينفعه او فيما يكون بين يديه من هذه الاعمال التي قد يتقي بها فتنا هوجا كقطع الليل المظلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بادروا بالاعمال فتنا فتنا كقطع الليل ربما تقول ايه علاقه العمل بدرء الفتنه؟ ايه علاقه الاعمال بدرء الفتنه؟ اقول لا شك ان الايمان يربو بصالح الاعمال الايمان نفسه يربو بصالح الأعمال فإذا كثر عملك ربى إيمانك وإذا ربى الإيمان كان بينك وبين الفتنة حاجزا وبرزخا ومانعا إذا ربى الإيمان في القلب كان بينك وبين الفتنة حجاب أعتقد هذه العلاقة العلاقة بين كثرة الأعمال الصالحة وبين درء الفتنه كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في الحديث بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل اذن الاعمال لا علاقه بدفع الفتن باعتبار ان بكثره الاعمال يربو الايمان فاذا ربى الايمان آآ آآ وصل الانسان الى مرحله من مراحل اليقين ووصل الى مرحله من مراحل الاحسان وهي والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فإنه يراك أه ثم قال هنا مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم قال وحدثني محمود بن غيلان الحديث او السند وسنكمله او سنذكره لكن بعد هذا الفاصل القصير. لا قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم تحويل قال حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا كان لا يقدم من سفر وهناك فرق بين يقدم ويقدم يعني حركة الدال هنا حركة الدال مختلفة يقدم يقدم بمعنى يقبل من سفر يأتي من سفر إنما يقدم بمعنى يسير أمام قومه يصير قدامهم شوف خلي بالكم من اللفظين يقدم ويقدم لما النبي قال لسيدنا معاذ إنك تقدم على قوم أهل الكتاب ها لما بعثوا اليمن قالوا إنك تقدم إنما في حق فرعون قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يعني يصير قدامهم يبقى في فرق بين يقدم يقدم يعني يأتي يأتي من سفر إنما يقدم يعني يصير قدام قومه يعني يمشي قدامهم وهم وراه هم خلفه هذا الفرق بين يقدم ويقدم فهنا بيقول اللي هو كعب بن مالك كعب بن مالك أحد الثلاثة أحد الثلاثة الذين خُلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك معروف هلال بن أمية وكعب بن مالك و... وآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان لا ما الشي يقدم ما قالش يقدم لكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه يجلس في المسجد قبل أن يأتي أهله أو قبل أن يستأذن على أهله ومعروف أن المساء أن البيوت بيت السيدة عائشة كان في المسجد أو كان ملحقا بالمسجد يعني خلافا لما زعم البعض من أن المساجد أو بيوت النبي كانت خارج المسجد كلمة خارج المسجد دي كلمة غير محررة وغير غير صادقه. الم... البيت كان في المسجد وكان بس يفصله جدار او ستار. يعني حتى في في اخر يوم في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف حجره عائشه الستاره ونظر الى اصحابه وهم يصلون. ها؟ أه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى معظم الاحاديث يقول لك وخرج علينا خرج مش دخل لو كان البيت بره في بره في, ال... بره في ال... خارج المسجد كان يدخل علينا انما خرج علينا من حجرة عائشه وفي حديث الاعتكاف كان يدخل راسه لام المؤمنين عائشه يدخل راسه مش يخرج يدخل راسه فترجع البيوت كانت او بيت النبي كان في المسجد كان في إيه المسجد ولكن في خلاف سيدنا عمر بن عبد العزيز ادخلت البيوت في المسجد ادخلت يعني ايه؟ يعني مساحتها ادخلت في المسجد هي اساسا الحجره موجوده لكن مصوره محدوده فادخلت في المسجد يعني بمعنى اتشالت الحواجز واصبحت مساحه الاوضه نفسها او الحجره دخلت ضمن مساحه المسجد ضمن مساحه المسجد فكان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه اي الا ان يجيء من سفره، والحديث نفسه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياتي من سفر الا ضحى في وقت الضحى وقت الضحى يأتي من السفر نهارا فإذا قلب بدأ المسجد فكان يصلي فيه ركعتين فاللي شاف النبي يصلي ركعتين اعتبرهم ايه؟ هم صلاة الضحى وجاء في حديث أم هاني برضك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ومعروف حديث عتبان بن مالك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم داره كان عتبان بن مالك رجل ضرير ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى متعشم ورجل ضرير وقال للنبي يا ريت لي في البيت او تصلي في مكان اتخذه مصلى لانني ليس في استطاعتي ان اتي المسجد في كل وقت فاتاه النبي ضحا وقال قبل ان يجلس قبل ما يجلس النبي قال له أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فين المكان المحبب إليك عشان أصلي فيه؟ فأشار إلى مكان فصلى فيه ها آه به أهل البيت وجيرانهم أيضاً تموا به في هذه الصلاة. آه وكانت الصلاة صلاة ضحى. كانت الصلاة صلاة ضحى. فيؤخذ من هذا ما أشرنا إليه في الحديث السابقة من أنه ينبغي أن يأتي الإنسان المسجد من اجل صلاه ركعتين و... وايضا الحديث يشتمل على ان صلاه الضحى من سنته صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نواصل ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشه انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم هذا الحديث يبين لنا أو يجيب لنا عن إشكال الإشكال هو إيه السيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى يقال لصلاة النافلة أو الضحى يقال لها سبحة يعني إحنا النهارده بنطلق على المسبحة إنها سبحة ها هذا مجاز لكن السبحة كلمة السبحة كانت تستعمل لصلاة الضحى أو النافلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يسبح على ناقته أو نافلته حيثما توجهت بالنسبة لصلاة النافلة كان يصلي على راحلته حيثما توجهت من غير تحري القبلة لكن الشيء المهم بتقول وإني لأسبحها يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول أنا ما شفتش النبي بيصلي صبحة الضحى بتقول وإني لأسبحها المسألة دي فيها خلي بالكم فيها شيء بيخدم كلامنا او قضيتنا فيما يتعلق بمساله البدعه والمحدثه بتقول واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من عادتي او من سنتي او من هذه لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم زي ايه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رمضان في أول ليلة من رمضان وكان عنده حصير فاحتجره يعني صلى داخله يعني احتجره يعني عامل زي, زي يشبه الايه الحائط او الحجره كده وصلى فيه فصلى بصلاته اناس من اصحابه كان في بعض اصحابه قاعدين في المسجد فلما شافوا النبي قام صلى فصلوا بصلاته اي تموا به ثاني ليلة حضر أكثر منهم طبعاً أخبروا بعضهم أخبر بعضهم بعضاً فحضر أكثر منهم ثالث ليلة أو رابع ليلة عجز المسجد عن حمل المصلي المسجد امتلأ فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مكث في بيته إلى صلاة الفجر لما طلع صلاة الفجر صلى بهم وقال ما خفي علي شأنكم من لأن كانوا بيعملوا إيه هم فكروا النبي نام أو راحت عليه نومة فأخذوا الحصى و وده مما يدل على أن الحجرة كانت في المسجد حجرة السيدة عائشة كانت في المسجد خذوا الحصى ويضربوا به على الباب كده أهو من باب التذكرة فلم يخرج إليهم حتى صلاة الفجر ثم قال بعد الفجر ما خفي علي شأنكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها إذًا من أسباب الترك من أسباب الترك الذي يكون عن فعل متقدم النبي صلى أو ليلة وتالت ليلة, ليلة مثلا ثم ترك ما كان يفعله يبقى هذا ترك عن فعل متقدم حكم منوط كما قلت في الكلام عن البدعة حكمه منوط بعلته إيه العلة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها طب زالت العلة بوفاته لأنه لا وحي بعده فلذلك جمعهم عمر بن الخطاب على إمام واحد وأعاد الأمر على ما كان عليه قبل أن يمتنع النبي عن الخروج إذن النبي كان يحب أنه هو يعمل هذا العمل ولكن خشي أن يفرض عليهم أيضا السيدة عائشة بتؤكد هذا المعنى أنها تصلي صبحة الضحى وأنها ما رأت رسول الله يصليها ليه؟ وأنه كان يحب يعني هو يدع العمل وهو يحب أن يعمل به يعني بيسيب الشيء وهو عنده رغبة أن يعمله بس بيسيبه ليه خشية أن يفرض على أصحابه فيعجزوا عن أدائه المسألة دي بتبين لنا ان مش كل شيء النبي ما عملوش يبقى مذموم. كلام السيده عائشه هنا يفيد ايه؟ يفيد ان مش عشان النبي ما عملش الشيء ده يبقى ما هوش سنة أو ما هوش داخل في السنة وإلا ما كانش السيدة عائشة تصلي صبحة الضحى أو تصلي الضحى بتقول وإني لأسبحها يعني النبي بتقول ما رأيته يسبح صبحة الضحى وإني لأسبحها ثم عللت بقولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به يعني بيسيب العمل ويحرم نفسه من عمل بيحب ان كان يعمله بس العلة في انه تركه ليه خشية ان يفرض على الناس أه؟ خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم ليه زي بالضبط الرهبانية التي ابتدعها او ابتدعتها النصارى ايه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعاية لم يعب الله سبحانه وتعالى عليهم أن ابتدعوها وإنما عاب عليهم أن ضيعوها ولم يراعوها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته